رسالتي هي الانتصار للحياة، والحياة ستعود. لبنان البلد اللي ما بيموت، خلقوا لك وطن تتقاتل عنه. الوطن اللي بتدفع حقه دم بيبقى لك. مقاومة بلا فكر قتال بلا قضية، وخاصة إذا كان الإعلام عم بيساعد للتوجيه على عدم قول الحقيقة. والساكت عن الحق شيطان أخرس. لبنان مصلوب ومظلوم، بس من بعده في قيامة أكيد. نصبر على الوضع لأنه بالنهاية ما راح صح إلا الصحيح. نقطة فاصلة مع حبيب يونس. متهم بحب الحياة، وعنوان الحلقة اسمع يا رضا، مع الباحثة شانيل فياض الأسيس والكاتب مازن عبود. الليلة 10 إلا ربع المساء على الـ OTV.